اذا كنت راح تسافر لاول مره عبر مطار هواري مدينة دولي الدولي وما على بالك شنو هما الخطوات اللي لازم تفوت عليهم تبعوا معنا هاد الفيديو راح تستفادوا منها كي تدخل شوف في هاد لو تابلو حوس على الفول نتاعك راح تلقى نيميرو ديسك اللي تدفع فيه الباجاج دونك تروح توزن الباجاج و بعد يمدوا لك ان وين تروح تكاشيها هنايا ابخي لازم عليك تودع داركم بولا ديرنيير فوا وتدخل وين كاين مراقبة جواز السفر تفوت على الأدوان كي تفوت على التفتيش لازم لك الديكلاري وش رافد معاك دراهم وبعد تحوس في هذا التابلو على رقم بوابة الدخول تاع الطيارة تاعك وتروح ليها وتستنى حتى يلقاو لكم ومرحبا بكم في ممر السعادة اذا حابين تشوفوا هذه الخطوات بالتفصيل راني درت لكم عليها فيديو سيغ يوتيوب لازم تروحوا تشوفوه وخلوا لي رايكم في لي